أم حلقتنا هذه الجميلة التي كانت بجمال من حضر فيها وكذلك بجمال مشاهدنا الكريم اللي هم وقودنا من اقتراحاتهم من إعجابهم. وصراحة نشكر كل أبو عبد الله جزاه الله خير أخوي صالح الحمد وكذلك أبو حاتم وضيفه أخوي سالم أبو سعود القحطاني وكذلك أخوي عوض الراوية الأحبابي والشاعر الجميل اللي اليوم صراحة رسائل جميلة يرسلها لنا وكذلك المنشد والمتألق والنجم اللي نشكره على استخارته وتركها وتهوينته عن الاعتذار عن السوشيال ميديا اللي هو أخوي عبد الله الكيرعاني. ولا ننسى أنا خليته في الأخير عشان أطول كذا شوي لأن صراحة ما أدري وش كلمات الشكر له. سم صراحة ترى ذا ما كانت زي هذا كان مقلب أبغى أشوف الجمهور وش بيقول. يا ولد خله على وجهه خله على وجهه من الحين احنا قاعدين نلحق طال عمرك هذا شعور جالسين هنا طال عمرك على ما قال لجلنا نكسب الجمهور عندنا الجمهور تكسب الجمهور الشيء اللي تقدمه تتركه صعبة على ما قال هذه رسالة حبيت أقدمها هذه من ألاعيب عبد الله الكيرعاني ولا عاد تعودها يقول الذي نام. فنشكر أخوي أبو هيا على اليوم الضيافة الجميلة من الكافي ومن الحلا من المهيتو من الابتسامة والحضور والتواجد. كافي تي ون قدم لنا أخونا أبو هيا مالك كافي تي ون خصم 50% نشكرك ونقول لكم حياكم الله عنده ونبغى كذلك رسائلكم تصلنا. عطونا التجربة اللي وجدتوها عند علي أين اللي عند علي وهو يستاهل بإذن الله طول عمرك وراح يجيب لنا الأكلات حنا نستنى لا قريب إن شاء الله بيض الله وجهك يا أبو هيا ونشكرك صراحة شرفني. ونهنيك صراحة بالترتيب الجميل والشغل النظيف ويعني العين شربت وكلت قبل لا يعني الله يجعل فيه ألف عافية الله يرحم والديك بيض الله وجهك والله. التميز والجمال والنظافة والترتيب شعاركم والله يوفقنا وإياكم نقول لكم دائما إن كان من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى وإن كان من خطأ فهو من نفسي وشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يجبر التقصير سبحانه وتعالى. ونقول لكم جملتين دائما على قولة أمنا أم مشعل خلوكم طيبي من الله قريبين. وقولة أبونا اللي مبطين منه أبو سليمان أقعدوا بالعافية في أمان الله.